and the continued detention of journalists, bloggers, and human rights defenders. أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة انطلقت في جنيف اليوم الاثنين 14 سبتمبر. وقد تصدرت البحرين وأعمال الجلسة الافتتاحية برغم كل التحديات بعد أن أصدرت 33 دولة بيانا مشتركا بانت فيه انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وعبرت عن قلقها حيال تلك الانتهاكات الخطيرة. طبعا اليوم صدر قرار أو صدر بيان مشترك من 33 بلد على الرغم أن تعرض لتحدي جدا كبير، يعني شراسة أن دول الخليج قاعدة تروح تضغط على السويسريين بأقصى ما يمكن على أساس يمنعون هذا الشيء، ورغم هاي وحتى أكبر حلفاء للنظام من ضمنها أمريكا بريطانيا وحتى الدول اللي موجودة سفاراتها بالبحرين مثل ألمانيا أو فرنسا، كل هالدول هاي وقعت، هاي قوة الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي كلها مجموعة فيها وكلها كانت موجودة من ضمن هذا البيان. فهذا يدل على شيء، يدل على أن قضية البحرين لا زالت حاضرة، ملف انتهاكات حقوق الإنسان هو من أجندة كل الدول. سفير النظام الحاكم في البحرين وفي أول ردة فعل له أعلن رفض السلطات التي يمثلها للبيان، لكن البيان كان محل ترحيب الحقوقيين البحرانيين. نرحب بالبيان المشترك الذي يدعو إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وتوفير الظروف الملائمة لبداية حوار حقيقي من أجل المصلحة الوطنية. المنظمات الحقوقية البحرانية وفي طليعتها أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بذلت جهودا مضنية من أجل إصدار مثل هذا البيان الذي ستعقبه إجراءات أشد. If the government doesn't act on these issues and continues to go in the path of further human rights abuses, they may see further action in the council, perhaps even a resolution in the future to condemn these issues or to condemn these abuses. صفعة أخرى وجهها المجتمع الدولي إلى وجه النظام الحاكم في البحرين علّه يصحو ويبادر إلى إصلاح ما أفسدته أجهزته القمعية. في اليوم الأول لافتتاح الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جنيف كانت البحرين في الصدارة بعد أن أصدرت 33 دولة بيانا مشتركا دانت فيه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. سهر عربي للبحرين اليوم من مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف.